أن تكون عاملا في المجال الطبي فهذا شيء نبيل، لكن الأنبل أن تكون من ضمن الكوادر الطبية العاملة في ظروف القصف والمعارك كتلك الدائرة هنا. من هذه القاعدة انطلق عمل النقاط والمشافي الميدانية في ريف حمص الشمالي، ومن بينها مشفى تيرمالة، والذي يسعى عناصره بنشاط وجهد دؤوب أن يقوموا بواجبهم الإنساني، والذي يتوازى مع واجب ثوري فرضته عليهم الحرب التي تشنها قوات النظام على المنطقة. حتى وصل يعني أعداد العمليات الجراحية إلى أكثر من 100 عملية متوسطية، يعني شهريا أكثر من 100 عمل جراحي متنوع، بالإضافة إلى أكثر من يعني إذا بدي أقول لك 40 50 حالة قبول بالأسبوع. هذا الوضع ظلينا مستمرين فيه وعم نقدم خدماتنا للمجتمع المدني، بالإضافة للجرحى الإصابات اللي كانت نتيجة القصف على المناطق المحيطة. يعني من هون نحن بنصنف الحالة، بنشخص الحالة، في عمل جراحي اشتغلناه، بعد منا أن إذا هو بده استشفاء أو بده عناية مشددة أو بده متابعة جراحية تاني، فحسب الأماكن كانت تنسيق ممتاز جدا، كان على عالي جدا من المستويات، والحمد لله رب العالمين توفقنا، والله سبحانه وتعالى مضت الفترة على خير. يواجه الكادر الطبي ضمن منطقة محاصرة هنا مختلف أنواع الإصابات يوميا، والتي تحتاج لجهد وتنسيق كبير مع باقي المشافي الميدانية العاملة في المنطقة، والتي تحاول أن تكمل عمل بعضها ضمن إمكانيات أقل ما يمكن وصفها بالمحدودة. أنور أبو الوليد لقناة حلب اليوم، ريف حمص الشمالي.